بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات في هذا اللقاء الطيب المبارك والذي يجمعنا بسماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. السلام عليكم شيخ صالح ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الوقفات في هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. هذه الآية الكريمة يأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس كافة: هذه سبيلي، هذه طريقتي التي أسير عليها، وهذه دعوتي التي أدعو إليها. أدعو إلى الله، لا أدعو إلى دنيا أو إلى سلطة أو إلى طمع دنيوي، ولا أدعو إلى نفسي، أدعو إلى الله. ففيه إخلاص الدعوة لله عز وجل، وأن الداعية لا يريد من دعوته إلا وجه الله سبحانه وتعالى. أدعو إلى الله على بصيرة، هذا فيه بيان ما يجب أن يكون عليه الداعية إلى الله من العلم والبصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم بما أدعو إليه وما أنهى عنه، لأن بعض الدعاة قد يكون جاهلا، قد يكون جاهلا، وهذا لا يصلح للدعوة. وقد يكون عالما ولكنه يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أو يدعو إلى حزبية أو إلى جماعة أو إلى طمع من مطامع الدنيا. ففيه وجوب إخلاص الدعوة لله عز وجل، وأن يكون الداعية على علم بما يدعو إليه وما ينهى عنه، لا يكون جاهلا، على بصيرة. ثم قال: أنا ومن اتبعني. أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله على بصيرة أيضا، يخلصون الدعوة لله عز وجل، ويكونون على علم بما يدعون إليه وما ينهون عنه، ويكونون على استعداد للمجادلة والمناقشة من المدعوين والمعترضين. فلا بد أن يكون الداعية عنده حصيلة من العلم يستطيع بها أن يواجه الخصوم ويدفع الشبهات التي تورد عليه. أنا ومن اتبعني ممن يدعو إلى الله على بصيرة. ثم قال: وسبحان الله. هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى عن الشرك وعما لا يليق به. سبحان الله. ثم قال: وما أنا من المشركين. هذا فيه البراءة من المشركين، وأن الداعية يجب أن يتبرأ من المشركين ومن الكفار، لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المسلمين،
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، فلا بد أن يكون الداعية إلى الله متبرئا من المشركين والكفار حتى تكون دعوته خالصة لله عز وجل وناجحة ومفيدة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نذكر السادة الإخوة والأخوات الذين يريدون الاتصال بسماحة الشيخ والاستفسار عن الأحكام الشرعية، نذكرهم بتليفون البرنامج 011-442-83-13 011-442-83-13. أرجو أن تكون الأسئلة واضحة أيضا ومختصرة وفي محيطنا الشرعي. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أبو عبد الله، طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته ما هي؟ طريقتهم أنهم يثبتون أسماء الله وصفاته إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل، وينزهونها عن صفات المخلوقين وعن النقائص والعيوب تنزيها بلا تعطيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. أم خالد تقول: شيخ، عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة: استووا فإني أراكم من خلفي، هل كان للرسول صلى الله عليه وسلم ظل؟ لا، هذا من خواص الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته أنه يرى من وراءه كما يرى من أمامه، هذا من خواص الرسول ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خير. تقول في سؤال لها: ما هو فضل من حقق التوحيد؟ نعم، من حقق التوحيد فيدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، هذا هو جزاء من حقق التوحيد، أنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. وتحقيق التوحيد تصفيته من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع ومن الذنوب والمعاصي، هذا تحقيق التوحيد. نعم. السائل أبو عادل يقول: أرجو من فضيلة الشيخ أن يشرح لي حديث عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، لأن ابن عباس كان صغيرا، أعلمك كلمات، هذه الكلمات احفظ الله يحفظك، لأن الجزاء من جنس العمل. احفظ الله يعني احفظ أوامره ونواهيه وأدي فرائضه وتجنب محارمه، فإن الله يحفظك مما تكره، ولأن الجزاء من جنس العمل. نعم. يقول السائل: يا شيخ، من هو ابن عربي وابن العربي وما هي كتبهم؟ ايه فرق بين ابن عربي؟ ابن عربي ملحد، يقول بوحدة الوجود، وأما ابن العربي المالكي فهذا إمام جليل من أئمة أهل السنة والجماعة. نعم. شيخ يقول: ما المراد بالماء الطاهر والماء الطهور، وهل نتوضأ منهما؟ الماء الطاهر هو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، والماء الطهور هو الطاهر في نفسه الذي يطهر غيره، فيتوضأ ويتطهر بالماء الطهور لا بالماء الطاهر. نعم. تفضل يا حمد من الدوادمي معنا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا شيخ، حياكم الله. نعم. عندي سؤال الشيخ،
هل صحيح الدعاء بين الأذان بين الدعاء الثوب هل صحيح الدعاء بين الأذان هل صحيح الدعاء والاستغفار بين الأذان والإقامة؟ ما أسمع أنا الصوت، ما أسمع ترى صوته. هل الدعاء بين الأذان؟ ما أسمع صوت السائل. هل الدعاء بين الأذان والإقامة؟ طيب. أي نعم هذا محل محل للدعاء. هل أي نعم هل استغفار الدعاء بين الأذان والإقامة؟ هل أكثر من نقاط في القرآن؟ نعم سؤالك يا أخي. هل الدعاء والاستغفار بين الأذان والإقامة هل خير من نقاط القرآن؟ أفضل؟ إي نعم. إي نعم لأن قراءة القرآن لها وقت آخر وهذا الوقت الذي بين يا أخي يجينا صدى. طيب نكتفي بسؤالي خلاص. نعم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد يا شيخ؟ نعم هذا من مواطن قبول الدعاء بين الأذان والإقامة. نعم أحسن الله إليكم. شيخ صالح يقول السائل ما مناسبة قول عائشة رضي الله عنها عندما قال بعض اليهود السلام عليك يا محمد فقالت عائشة رضي الله عنها وعليكم السلام واللعنة؟ لأن السام الموت فاليهود يدعون على الرسول صلى الله عليه وسلم بالموت ويورون بأنهم يسلمون عليه فالرسول صلى الله عليه وسلم رد عليهم وقال وعليكم السام يعني الموت عليكم أنتم واللعنة لعنة الله عز وجل لأن الله لعن الكفار من اليهود والنصارى. نعم من الأسئلة التي وردت يا شيخ يقول السائل الشرك شرك أكبر وشرك أصغر ما تعريفهما وهل تحبط الأعمال في الشركين؟ الشرك الأكبر هو أن يدعى مع الله غيره أو يذبح لغيره أو ينذر لغيره يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله هذا هو الشرك الأكبر وأما الشرك الأصغر فهو يدخل في النيات والمقاصد مثل الرياء والسمعة الشرك الأكبر يبطل جميع الأعمال لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وأما الشرك الأصغر فهو يحبط العمل الذي وقع فيه ولا يحبط بقية الأعمال الشرك الأكبر يخرج من الملة والشرك الأصغر لا يخرج من الملة ولكنه ينقص الإيمان. نعم يقول السائل الشيخ صالح هل يجوز التمسح بالبقع الفاضلة مثل مقام إبراهيم؟ لا مقام إبراهيم يصلى عنده فقط ولا يتمسح به قال الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فيصلي عنده بعدما يفرغ من الطواف يجعله بينه وبين الكعبة ويصلي خلفه. نعم نادر من المدينة النبوية تفضل يا نادر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. نحبك بالله يا شيخ عندي سؤالين الله يحفظك. أنا طال عمرك عندي ولدي عمره 7 سنوات توفى رحمة الله عليه. السؤال الأول هل يا شيخ إني أكفى الأيتام عنه وأتصدق عنه؟ السؤال الثاني طال عمرك الوالد معاه جلطة فصلاة يصلي في البيت وأحيانا يعني أنبه للصلاة ويعني ما يركز يعني في الصلاة زي يعني تلفت كذا في الصلاة وكذا دونت يعني يتأخر وقت الصلاة حين يكون نايم ما يصلي الفجر وقتها ولا يصلي الفروض الخمس فهل يا شيخ أني يعني أكفر عن كفارة أو طيب واضح أو السؤال يعني شكرا يا نادر. له ولد عمره 7 سنوات توفي يقول فضيلة الشيخ لو كفلت أيتام بنية عن العناية بهؤلاء الأطفال اليتامى. لا هو يسأل هل يقدم له ثواب. نعم يعني من الطاعات هذا ما بلغ الآن ما بلغ وليس عليه تكاليف
فلا لا لا يقدم له شيء من الطاعات، ثواب يهدي ثواب شيء من الطاعات، لأنه مات على الفطرة وليس بحاجة إلى ذلك. نعم. يقول والده أصيب بجلطة فضيلة الشيخ، وهو الآن لا يركز في حياته من جهة الصلاة، تعاملنا معه يا شيخ كيف يكون؟ نبهوه للصلاة، إذا دخل وقتها نبهوه للصلاة ويصلي على حسب حاله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل يا شيخ، ما معنى الآية وما قدر الله حق قدره؟ ما قدر الله حق قدره، ما عظم الله جل وعلا حق تعظيمه، لأن حق الله عظيم، فهم تنقصوا الله جل وعلا بالشرك والمعاصي، فهم ما قدروا الله حق قدره، لأنهم نقص توحيدهم وإيمانهم بالمعاصي وانتفى إيمانهم وتوحيدهم بالشرك. نعم. يقول يا شيخ، على ألسنة بعض الناس لو فعلت كذا لكان كذا. لا ينبغي أن يقول لو فعلت، لا ينبغي أن يقول لو، قال صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن عليه أن يفعل الطاعات، وإذا فات شيء منها يعوض عنه في المستقبل. نعم. ولا يقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، فإن قال صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم. أيضا يا شيخ صالح، عبارة والله ما أدخل، والله إن جيت لا أزورك، هذه العبارات أيضا تكثر على الألسنة. إذا كان يقصد عقدها فإنها تنعقد يمين، فإذا خالفها يكون عليه الكفارة، أما إذا كان جرى على لسانه من غير نية عقد اليمين فليس عليه شيء. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. نعم. يقول اشرحوا لي حديث من تشبه بقوم فهو منهم. الحديث واضح أنه لا يجوز التشبه بالكفار، لا يجوز التشبه المسلم بالكفار، من تشبه بهم فهو منهم، فهذا فيه تحريم التشبه بالكفار والحذر من ذلك. التشبه بالكفار في جميع ما يختصون به من الكلام ومن الملابس ومن العادات التي يسيرون عليها. نعم. أبو سمير من مكة المكرمة معنا على الخط، تفضل أبو سمير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام. بغيت أستفسر عن العمرة، مثلا أنا في شرق مكة، هل أطلع لأقرب محل في شرق مكة أو للحلي أو أطلع جهة مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها؟ إذا كنت في داخل الحرم في صدى. طيب خلاص نكتفي بسؤاله. نعم. تفضل الشيخ. يقول هو في، أقول إذا كان داخل الحرم. نعم. وهو يريد العمرة لابد يخرج على خارج الحرم، يخرج خارج حدود الحرم ويحرم بالعمرة، أما إذا كان خارج حدود الحرم فيحرم من مكانه بالعمرة، من المكان الذي نوى منه. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ما الفرق بين الدعاء والاستغاثة؟ هو الدعاء من الاستغاثة، الاستغاثة أعم، لكن الاستغاثة تختص بالشدائد، إذا وقع في شدة يستغيث، والدعاء مطلق في الشدة وفي الرخاء. نعم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة، تليفون البرنامج 011-442-3813. زملائي الكرام أيضا في الكنترول بعد
أن يطرح السائل سؤاله في الجوال أو في التليفون الثابت يقطع حتى ما يكون هناك تردد وصدى. شيخ صالح، إثبات اليدين والوجه لله عز وجل. نعم، هذا واجب من الصفات الذاتية، لأن الله أثبت لنفسه الوجه وأثبت له اليدين، فنثبتهما لله كما أثبتهما لنفسه، لكن ننفي عنها مشابهة المخلوقين، لا ليس كوجه المخلوق ولا كيدي المخلوق، بل هما لائقان بالله جل جلاله. نعم. يا شيخ، يسأل السائل أبو إبراهيم: هل هذا حديث ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل؟ هذا ليس حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام الحسن البصري رحمه الله. نعم. ما موقف المسلم يقول شيخ بالنسبة للرجاء والخوف؟ نعم، المسلم يكون بين الرجاء والخوف، لا يرجح الرجاء فقط ولا يرجح الخوف فقط، بل يكون بين الخوف والرجاء، هكذا يكون المسلم، لا يرجح جانب الرجاء فيكون من المرجئة، ولا يرجح جانب الخوف فقط فيكون من الخوارج، بل يعتدل بينهما. نعم. يسأل هذا السائل يا شيخ، يقول: أريد أن أستثمر، عندي بعض المال وأريد أن أستثمر هذا المال مقابل نسبة ثابتة من رأس المال، فهل الحكم في ذلك، هل هو جائز؟ نعم. يقول: ما حكم الاستثمار مقابل نسبة ثابتة من رأس المال؟ هذا المال له أو لغيره؟ له ما يحتاج، كله له، رأس ماله ربحه، ما يحتاج نسبة. هذا إذا كان المال لغيره، فهذا ما يسمى بالمضاربة، ضارب به بجزء من الربح. نعم. أبو محمد من أبها، تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام. عندي سؤال يا شيخ، الله يطول في عمرك. تفضل. تداول الفوركس سوق العملات كثرت الإشكاليات فيه، وإحنا على تداول الأسواق في الخليج خاصة في السعودية، الربحية بالهللات، وما هناك خراج للي رأس ماله قليل، تعرف العملات تداولها بالدولار طبعا، فكثرة الإشكاليات، حلال حرام، شبهة الاشتباه، نبغى منكم الإجابة يا شيخ، الله يجزاكم. شكرا شكرا، خلاص نكتفي بسؤالك. يا أخي اكتب سؤالك لسماحة المفتي في المملكة ويعرض على اللجنة ويجاوبونك إن شاء الله، يأتيك الجواب على عنوانك. نعم. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل؟ قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة. نعم، في فرق بين الفأل، لأن حسن ظن بالله عز وجل، والطيرة سوء ظن بالله، توقع المكروه، هذا هو الطيرة، توقع الخير هذا هو الفأل، بينهما فرق. الرسول كان يعجبه الفأل وينهى عن الطيرة، لأنها سوء ظن بالله عز وجل، تطير بشخص، يتطير بمكان، يتطير بعمل، هذا من الله سبحانه وتعالى. نعم. شخص يا شيخ صالح كان يقصر صلاة المغرب في السفر جهلا منه، فهل تلزمه الإعادة؟ نعم. كان مسافر وكان يقصر صلاة المغرب جهلا منه، هل يلزمه الإعادة؟ نعم، يلزمه الإعادة، صلاة المغرب لا تقصر لأنها وتر النهار، لا يجوز قصرها، إنما يصليها ثلاثا. نعم. يقول: ما موقف المسلم عند حصول الفتن، وهل ورد بأن يلزم بيته عند تكاثرها؟ يسأل الله العافية من الفتن،
وإذا كان خروجه فيه مصلحة دينية ينصح ويبين للناس هذا طيب، أما إذا كان ما لا يترتب على خروجه فائدة أو هو جاهل ولا فهذا الأحسن يعتزلها ويبتعد عنها. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن قتل الحيات والأفاعي إذا كنا يقول بجوار صحراء. نعم، هذه من المؤذيات فيجب قتلها دفعا شرها عن نفسه وعن الناس، يقتلها الحيات والعقارب المؤذيات دفعا لأذاها. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان الشاهد على الوصية شخص واحد فهل تقبل هذه الوصية؟ هذا على رأي القاضي، يذهب بها إلى القاضي وينظر فيها. نعم. تفضل يا عبد الله من الرياض. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير. حياك الله. قصر التلفزيون شوي. قصر التلفزيون. تفضل يا عبد الله. السؤال الأول يا شيخ. نعم. هل يجوز لبس الإحرام المضاد يا شيخ؟ الإحرام؟ قصر التلفزيون شوي، في صدى عندي. قصر. طيب. السؤال الثاني. اتركه. طيب. اتركه. سم. خلاص. فضيلة الشيخ، بالنسبة للإحرام إذا كان فيه محزم أو مخيوط، يا فضيلة الشيخ ما حكمه؟ لا يجوز لبسه، التالي يشبه التنورة كما يسمونه، لا يجوز لبسه، وإنما يلف الإزار على أسفل الجسم ويثبت بحزام فوقه، بحزام فوقه يثبت، ولا يكون فيه نوع ربقة أو نوع مثل ما في الإزار أو في السروال. نعم، أو المغاط. نعم. نعم، أحسن الله إليك يا شيخ صالح. شيخ، قول الإنسان والنبي لا يجوز هذا القسم، ولا يجوز الحلف إلا بالله، قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. هل للمطلقة يا شيخ أن تدفع زكاة الفطر عنها وعن أولاد زوجها من زوجة سابقة؟ إن كانت تنفق عليهم فزكاة الفطر تبع للنفقة. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز فعل عبادات وقرب كالصوم والصدقة شكرا لله على أنعمه؟ نعم، الصدقة وفعل الطاعات هذا شيء طيب. نعم. فضيلة الشيخ، الإنسان إذا لم يؤدي العقيقة عن أولاده وقد كبروا الآن وهم في 15 وفي 12، هل يذبح عنهم الآن؟ فات وقتها، لكن إذا ذبحها من باب الاحتياط نعم فلعله يكون مفيدا إن شاء الله، لكن فات وقتها. نعم. يقول السائل أبو علي: يا شيخ، ما السبيل لطهارة القلب وإصلاح القلب فضيلة الشيخ، وبماذا توصون من في قلبه بعض الرياء والسمعة؟ أن يستعيذ بالله عز وجل من الرياء ومن السمعة ومن الشك والشرك، استعيذ بالله من ذلك، والله جل وعلا يعيذه من ذلك. نعم. تفضل يا علي من أبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام. وأسعد مساك يا شيخ، نحبكم في الله. جزاك الله خير، تفضل. هي. سؤالين. السؤال الأول، عندي عيال ورثت عن أبوها مبلغ من المال يا شيخ، واستغرق يعني تقسيم الإرث، حصل هناك خلاف بين أصحاب الإرث وتأخر تقسيم إلى ما يقارب 3 سنوات، واستلمت المبلغ الآن يعني نصيبها، ما أدري هل عليها زكاة يا شيخ في 3 سنوات إذا راحت، ولا لابد حتى يحول الحول على المبلغ الذي قبضته الآن؟ اسمع الإجابة. نعم، هو كذلك، إذا قبضته تزكيه إذا تم عليه حول بعد قبضه، أما ما مضى وهي لم تقبضه فليس عليها فيه زكاة لأنها لم تتمكن منه. حتى
لم يتم تزكية يعني من قبل الورطة جميعا يعني. ما تمكنت منها الله يهديك. السؤال الثاني يا خالي. السؤال الثاني بخصوص قراءة آية الكرسي يا شيخ بعد الصلاة، هل تكون مباشرة بعد التسليم؟ شكرا. أو بعد التسبيح يا شيخ؟ شكرا. لا يا أخي، هي من الورد، هي تأتي به بعد، يأتي به بعد الأذكار الواردة بعد الصلاة، يأتي به بعد الأذكار الواردة بعد الصلاة في الورد، هي تبع الورد الصباح والمساء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول بأنني سافرت إلى إحدى الدول العربية لمدة 10 أيام، فكنت أجمع الظهر والعصر وأقصرهما، صلي ركعتين ركعتين، والمغرب 3 ركعات، والعشاء ركعتين، حتى رجعت. نعم، إذا كان مقيما فإنه يقصر بلا جمع، أما إذا كان يسير في الطريق فإنه يقصر ويجمع. نعم. حكم الجمع والقصر للصلاة في الحضر يا شيخ؟ لا يجوز، من غير سفر ما يجوز الجمع، ومن غير مطر بين المغرب والعشاء لا يجوز الجمع بين الصلاة في الحضر. نعم. شيخ، من أصيب بمرض نفسي منعه من الضبط والتمييز، هل يجب عليه قضاء الصلاة بعد العافية؟ إذا كان هذا عارضا يسيرا ولا استمر معه والمدة يسيرة فإنه يقضي إذا زال عنه، وأما إذا كان مدة طويلة فإنه يستأنف الصلاة من جديد في المستقبل، ولا عليه قضاء فيما مر عليه وهو في حالة ضياع فكر وعدم إدراك. نعم. يا شيخ صالح يقول أبو سالم، أريد من الشيخ حفظه الله القول الراجح في صلاة الفرد خلف الصف، فعادة أدخل إلى المسجد ويكون المسجد وسيع والصف طويل فضيلة الشيخ، فلا أجد من يصلي معي خلف الصف فأصلي لوحدي خلف الصف. يا أخي لا يجوز لك هذا، تقول أن الصف ما تكامل، تكون في الصف ولو كان الصف طويلا، تكون في الصف، وإن جاء معك أحد يصف معك تكونون خلف الصف لا بأس، إنما وحدك تصلي خلف الصف هذا لا يجوز. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد، وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف. نعم. فضيلة الشيخ يسأل عن معنى حديث، وهل هو صحيح من غرس شجرة أو زرع زرعا فله بذلك أجر إلى يوم القيامة؟ له بذلك أجر ما انتفع به، أما إذا انقطع وزال لكن دامه موجود وينتفع به فله الأجر. نعم. يا شيخ، قضاء المغمي عليه أصيب بإغماء ومن أثر البنج والمنوم وفاتته بعض الصلوات، حكم قضاء هذه الصلوات؟ يجب عليه قضاؤها، يجب عليه قضاؤها إذا ذهب عنه البنج وصحى يقضي ما مر عليه من الصلوات. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يسأل عن الصحابة رضوان الله عليهم، هل هم في منزلة واحدة أو أنهم يتفاوتون في الأجر؟ هم يتفاوتون في الأجر، الرسل أيضا فضل الله بعضهم على بعض فهم يتفاوتون، فالسابقون الأولون أفضل ممن جاء بعدهم، والذين أسلموا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح وهو صلح الحديبية. نعم. تفضل يا عيد من جدة معنا على الخط. هلا يا شيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول شو اسمه، عندي فترة عمل في جدة وأنا في الشمال، وعندي نية إني وأنا في الشمال إني آخذ عمرة نهاية عملي، من وين أحرم وكيف صفة الإحرام للرجل والمرأة؟ طيب، والسؤال الثاني؟
هو نفس السؤال. خلاص شكرا لك. يا هلا حيك. تفضل يا شيخ. نعم. يقول هو من أهل الشمال يا فضيلة الشيخ ويريد أن يأخذ عمرة بالنسبة له أو لزوجته، من أين يحرمون؟ يحرم من الميقات الذي يمر عليه حين قدم، فإن كان تعداه يرجع إليه ويحرم منه بالعمرة، إن كان تعداه وهو لم ينوي العمرة وإنما نواه بعد ما تعدى يحرم من المكان الذي نوى منه، وإن كان داخل الحرم يخرج عن حدود الحرم ويحرم خارج حدود الحرم. نعم. يقول هل إحرام الرجل مثل إحرام المرأة؟ لا، المرأة الرجل يحرم بإزار ورداء، والمرأة تحرم بملابسها لأن بحاجة إلى الستر، إلا أنها لا تلبس البرقع على الوجه ولا تلبس القفازين على اليدين، يعني الجوربين على اليدين، هذا الذي منعت منه المحرمة. نعم. هل يشرع يا شيخ صالح قضاء راتبة الظهر القبلية والبعدية بعد العصر للعذر؟ لا، فات وقتها، والنافلة إذا فات وقتها لا تقضى. نعم. هذه سائلة تقول أختي تركت الصلاة في حال مرضها ثم ماتت، فهل يلزم الورثة شيء عن هذه العبادة؟ لا يلزمهم شيء، لا يلزمهم شيء إذا كان تركها للصلاة لأنها لا تقدر عليها لضياع ذاكرتها، فليس عليها شيء أيضا. نعم. المهم لا تقضى الصلاة عن أحد لأن عمل بدني. نعم. يا شيخ صالح حفظكم الله، هل للمرأة أن تلتفت في صلاتها للإطمئنان على طفليها الصغيرين؟ الالتفات بالرأس فقط يكره إلا للحاجة، وأما الالتفات بالبدن فهو يبطل الصلاة. نعم. أبو مبارك يقول يا شيخ صالح تأخير الصلاة من أجل العمل؟ لا يجوز تأخير الصلاة من أجل العمل، الصلاة لها وقت لا بد أن تؤدى فيه، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم. له فقرة أخرى يقول يا شيخ تفوتني الصلاة بسبب الأدوية الكثيرة التي أتناولها. إذا كانت الأدوية تذهب بذاكرتك ولا لا, لا, لا تستحضر، فإنك إذا صحوت فإنك تصلي، أما الأدوية التي لا تؤثر على ذاكرتك فإنك تصلي لا تترك الصلاة. نعم. تفضل يا أبو علي من جدة. يعني في وقتها تصلي الصلاة في وقتها. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نويت أذبح ثور إذا تحقق أمنيتي، وش نظر الشيخ فيها؟ والحمد لله تحققت أمنيتي. شكرا. إيش يذبح الثور له؟ إيش قصده؟ يقول إذا تحققت أمنيتي وقد تحققت هذه الأمنية، فنويت ما هي أمنيته؟ معنى المتصل. ألو. نعم، ما هي الأمنية التي تحققت؟ تحققت أمنيتي الحمد لله، يعني طلبي تم وقضيت حاجتي والحمد لله. إيش يذبح الثور له؟ صدقة على أن تحقق طلبي. إذا كان قصدك الصدقة نعم نفذ هذا. لا، نظر أني لا تحقق طلبي أني يذبح الثور، وحققت وظيفة حصلت عليها. ايه، تذبح وتصدق بلحمه. طيب شكرا. ثور ولا صغير؟ يعني عجل، واذبح عجل يجدي؟ لا، تذبح شيء كامل. ثور كامل. ايه شكرا. جزاكم الله خير. هل قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة هل هذا فيه بأس؟ هل يقول عندما أقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة؟ لا يشرع هذا، القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، أما في الركعتين الأخيرتين تقرأ الفاتحة فقط.
ما حكم قراءة أكثر من سورة يا شيخ في الركعة الواحدة؟ لا بأس بذلك، إلا إن كان إماما فإنه لا يشق على المأمومين. نعم. يسأل يا شيخ: ما أفضل كتب الأحاديث التي أريد أن أبدأ بها؟ فأنا طالب علم، بدايتي بدأت أدرس على العلماء، فبماذا توصونني من كتب الحديث؟ العلماء الذين تقرأ عليهم هم الذين يحددون لك الكتاب، كتاب الحديث الذي سيشرحونه لك ويبينونه لك. نعم. هل صحيح يقول يا شيخ بأن الصبر هو نصف الإيمان؟ لا أعلم أنه حديث، ولكن الصبر له مقام عظيم في الدين. نعم. يقول يا شيخ في سؤاله: ما هو الخوف المحمود والخوف المذموم؟ الخوف المحمود هو الذي يكون معه يأس من رحمة الله، والرجاء المحمود هو الذي يكون معه أمن من مكر الله. نعم. فضيلة الشيخ، الأخت السائلة تقول: أنا منذ عمري وبدايتي عمري أصبت بأمراض نفسية، وأنا صابرة ومحتسبة حتى هذا الوقت، هل أؤجر يا شيخ على صبري واحتسابي في هذه الأمراض مع أنني أعالج وقد بلغت 26؟ نعم، إذا صبرت ولم تجزعي من المرض وتتعالجين أيضا فهذا شيء طيب، الصبر فيه أجر. وأما الصبر الذي تتركين العلاج معه فهذا غير محمود، افعلي السبب واصبري مع ألم المرض حتى يشفيك الله سبحانه وتعالى. نعم. تفضل يا زيد من عرعر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شيخ؟ سلام. أقول يا شيخ، من الصيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصيغة الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، هل هذا مفسر لآل محمد، ويعني يكون قطعي في أن المراد بالآل هم ذريته وليس وآله وأهله وليس أتباعه على دينه؟ والسؤال الثاني: الحديث يدخل أقوام الجنة أفئدتهم مثل أفئدة الطير، الشيخ النووي ذكر أنها رقيقة، يعني هل معنى هذا أن اللي فيه رقة ورحمة شديدة ورأفة أنه يدخل في هذا الحديث؟ طيب، شكرا. والأمر الثالث الأخير يا شيخ، أنه الآن في حديث يعني حذيفة بن اليمان في الفتن آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ودنا توضح المعنى هذا، حيث أنه يا شيخ يشوش على هذا المعنى عند بعض الجهال وبعض من لا يعرف كلام أهل العلم والسلف ومنهجهم في هذه المسألة، لزوم إمام المسلمين وجماعتهم، خاصة هذه القيادة التي تحكم شريعة الله في زمن يعني الأعداء يلتفون بنا من كل جانب. شكرا. كيف يعني لزوم جماعة المسلمين وإمامه؟ شكرا. الفتن فضيلة الشيخ عند كثرتها لابد من لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. نعم، هذا الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عندما تكثر الفتن قال حذيفة رضي الله عنه: ما تأمرني عند ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، لأن هذا فيه نجاة من الفتن بإذن الله. نعم. يسأل أيضا عن صيغ التشهد يا فضيلة الشيخ، هل هي صيغة واحدة أم متعددة؟ التشهد الأخير أو الأول؟ في التشهد الأخير. التشهد الأخير كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. إضافة شيخ آله وذريته، بعض الناس قد يزود بعض العبارات. لا بأس بذلك. نعم. حديث شيخ: يدخل أقوام الجنة أفئدتهم مثل أفئدة الطير، يعني أنها نقية ليس فيها حقد ولا بغض لمسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، الترابط والتلاحم ووحدة الصف أمر مطلوب من المسلمين، ما الأثر المترتب على ذلك؟ مأجورين. الأثر المترتب على ذلك أثر عظيم، وهو سلامة المسلمين من الأعداء، ويكون لهم هيبة ويكون لهم قوة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما أبرز كتب الفرائض التي نرجع إليها؟ وهل دراسة الفرائض على الجميع أم يكفي من يقوم بها؟ دراسة الفرائض على العلماء، وهم الذين يختارون الكتاب الذي يشرحونه لك، ولكن من الفائدة أحسن كتاب في المختصرات الآن هو الفوائد الجلية للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم. يقول الشيخ السائل أبو عبد الله، إذا دخلت المسجد لصلاة الفجر، فهل أصلي راتبة الفجر وبعد ذلك تحية المسجد؟ ماذا يلزمني؟ إذا كنت مبكرا وما طلع الفجر فلك أن تصلي ما شئت، وإذا طلع الفجر تصلي راتبة الفجر. أما إذا كان الوقت قد دخل وقت الفجر فلا تصلي إلا راتبة الفجر، لأنه دخل وقت النهي عن النوافل، إلا راتبة الفجر. نعم. الأخت أم محمد تقول، أنا ولله الحمد ميسورة وعندي إيجارات من عمارة، وولدي الآن في 25 ما يعمل يا شيخ، هل أعطيه من زكاة هذه العمارة؟ لا، لا تحل زكاة الوالد لولده ولا العكس، ولكن تعطينه من غير الزكاة إذا كان محتاجا. نعم. تقول يا شيخ، أنا كبيرة في السن وأصلي على الكرسي للفروض فضيلة الشيخ، فهل لي الأجر وأنا واقفة؟ نعم، إذا كان لك عذر ولا تقدرين على الوقوف وصليت على الكرسي، ما تركت القيام كسلا وإنما للعذر، فلك مثل أجر الواقف. نعم. تفضل يا أبو صالح من الدمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير جميعا. الله يحييك، تفضل. يا الغالي، أبغى أسأل الشيخ عن مثلا الاستغفار لي والوالدي. أنا كثير أقول أستغفر الله أتوب إليه لي والوالدي والجميع المسلمين والمسلمات، هل هذا فيه خلاف أو شيء؟ جزاك الله خيرا. السؤال يعني، أنا صليت الضحي و عند 2 ركعتين الأولى شفت كيف، وما تذكرت من الركعة الثانية إلا بعد ما شرعت في صلاة في قراءة الفاتحة، فهل أجلس أو أتم الركوع مع الرغم أني أتميت الركعتين الثانية وسجدت سجود السهو؟ جزاكم الله خيرا وأثابكم. شكرا، حفظك الله. نعم. يقول بأنه في استغفاره يقول، أستغفر الله لي ولوالدي وللمسلمين فضيلة الشيخ. هذا شيء طيب، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم. في صلاة الضحى كم عدد الركعات؟ وإذا قام بعد الركعة الثانية فضيلة الشيخ ما الحكم؟ صلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، كل ركعتين بسلام، 8 ركعات كل ركعتين بسلام، هذه صلاة الضحى، ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن تتوسط الشمس على الرؤوس قبيل الظهر، ينتهي وقت صلاة الضحى، وهي مثنى مثنى، إذا قام إلى ثالثة يجلس، يرجع يجلس ويسجد للسهو. نعم. نعم. فضيلة الشيخ يسأل عن أسباب الخشوع في الصلاة، وهل تقبل الصلاة يا شيخ بدون خشوع؟ الصلاة إذا أداها بأركانها وواجباتها تقبل، لكن الكلام على الأجر، قد لا يكون له أجر إذا لم يكن عنده خشوع نهائيا، أو يكون له بعض الأجر إذا كان عنده بعض الخشوع،
فعليه أن يحاول أن يخشع. والخشوع معناها سكون، السكون في الصلاة وعدم الحركة وعدم التفكير، يكون حاضر القلب في صلاته. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول: كم يوم يحتاج الإنسان إلى ختم القرآن بالفهم والتدبر؟ وهل إذا ختم الإنسان القرآن في شهرين يكون قد تأخر في القراءة؟ هذا على حسب الاستطاعة، حسب استطاعة الإنسان ورغبة الإنسان. وكل ما أكثر الختمات للقرآن فهو أفضل. ويقولون إن آخر حد للختم القرآن إلى شهر. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم المرأة التي تأخر إنجابها لسنوات ودلتها امرأة لفك ذلك فقالوا بأن عندك سحر، فدلتها على امرأة تفك السحر والأمور السيئة عنها، فما حكم ذهاب هذه المرأة إلى تلك الساحرة؟ لا يجوز الذهاب إلى السحرة لفك السحر، وإنما السحر يعالج بالرقية الشرعية وبالأدوية المباحة، ولا يعالج بسحر مثله أو يذهب إلى السحرة ليفكوه. نعم. السائل أبو عمار يقول: شيخ صالح، ما رأيكم في وقتنا الحاضر في إلزام بعض الناس أنفسهم بالنذور؟ فهم الآن لا يستطيعون أن يفوا بهذه النذور، ونريد منكم كلمة لهم فهم يسمعونكم مأجورين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير. وقال: فلا تنذروا. فالمسلم يكون على سعة، إن تمكن يفعل الطاعة يفعلها وبدون نذر، وأما الذي لا يفعل الطاعة إلا بالنذر فهذا بخيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. نعم. هذه الأخت السائلة من الجزائر تقول: يا شيخ، وضع المصحف سترة في الصلاة بالنسبة للمرأة؟ لا، المصحف لا يوضع سترة، المصحف يرفع ويكرم ولا يوضع سترة. يوضع سترة شيء مرتفع من غير المصحف أو غير المصاحف. نعم. ونحن في ختام هذا اللقاء ولنا جنود بواسل فضيلة الشيخ على الحدود يحمون هذه البلاد ويحمون عقيدة التوحيد ويحمون هذه الأرض الطاهرة المملكة العربية السعودية، يرجون منكم كلمة ودعاء لهم مأجورين. نعم، نسأل الله أن يثبتهم ويسدد سهامهم. آمين. وأن يعظم أجرهم. هم على خير عظيم، يحسنون النية ويصلحون النية، وأنهم يحرسون بلاد المسلمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فهم مرابطون، إذا صلحت نياتهم لهم أجر المرابطين. وورد أن المرابط إذا مات في رباطه يجري أجره إلى يوم القيامة. نعم. شكر الله لسماحة والدنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء على ما بين لنا من ضوء الكتاب والسنة في هذه الأسئلة التي طرحت. جزاه الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء ورفع ذكره في الدارين. أشكر فريق العمل في مكتبة الشيخ، كما أشكر زملائي من الفنيين والمصورين والمعدين، وأيضا من الإدارة الدينية عبد الرحمن المدرع، هذا زميلي المخرج سلطان العتيبي المخرج لهذه الحلقة. يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.